فبسرعه اروح الى المغرب من خلال فقره السكايب مع الزميل العزيز الاستاذ جمال الصيفي الناقد الرياضي والمسؤول عن القسم الرياضي في صحيفه المساء. استاذ جمال مساء الخير، مرحب بيك، وان شاء الله تكون الامور الطبيه والصحيه في المغرب على ما يرام الفتره القادمه باذن الله. مساء النور اخي سعيد، مساء النور لكل الاخوه المصريين، وان شاء الله يعني جميعنا يعني في العالم كله يمر بهذه أزمة الوباء يعني كورونا. نتمنى أن يعني تمضي الأمور في اتجاهها الصحيح وأن نعود لنمط حياتنا العادي بعيدا عن الهلع والخوف الذي خلقه هذا الوباء في كل أنحاء العالم. طيب عايز أعرف منك بقى ردود الأفعال والصحافة المغربية والسوشيال ميديا، لأن كمان أنا تابعت من امبارح للنهاردة السوشيال ميديا في المغرب كلها كانت مهتمة جدا باجتماع الأمس وردود الأفعال، حضور فوزي لكجع في بداية الاجتماع وحديثه عن طلب الاتحاد المغربي وحضور الأندية الممثلة الوداد والرجاء والأهلي والزمالك. ردود فعل تبقى يعني عادية جدا على اعتبار أنه كان هناك يعني طرح من أجل يعني تأجيل المباريات لفترة يعني محدودة جدا إلى منتصف يعني أكتوبر. فالتفاعل يعني كان في هذا الاتجاه. طبعا الحال كان هناك يعني بحث عن كواليس يعني ما جرى في هذا الاجتماع الذي عرف حضور ممثلين لثمانية أندية، أربعة في مسابقة الكاف وأربعة في دوري أبطال إفريقيا. كانت هناك يعني مواقف مختلفة، ستة أندية يعني وافقت بوضوح وبشكل مباشر على قرار التأجيل في مقابل يعني تحفظ نادي أو معارضة نادي الزمالك وبيراميدز يعني بالنسبه للمرحله المقبله. بالنسبه لنا في المغرب يعني وكمتتبعين استقبلنا موقف الاهلي يعني بشكل ايجابي جدا، ليس فقط موقف الاهلي الذي يعكس يعني فريقا له مؤسسه كبيره وفريق يدافع عن القيم والمبادئ وفريق الذي يسعى للفوز داخل يعني ارضيه الملعب في اجواء جيده وفي ظروف جيده دون استغلال يعني اوضاع صحيه او ما شابه. فاتصور انه كلمه الاهلي كانت رائعه وتركت صدى طيبا في نفوس المتتبعين المغاربه. السيده حنان اعتقد هي مسؤوله عن يعني مسؤوله داخل فريق الاهلي، مثلت الاهلي، كانت كلمتها يعني كان لها صدى طيب جدا، خصوصا انها تحدثت عن العلاقات المغربيه المصريه، تحدثت عن انه اذا كان لابد من التاجيل فالاهلي يرحب بذلك، لان الاهلي يريد ان يلعب في افضل الظروف ولديه علاقات طيبه مع اشقائه المغاربه، وهذا يعكس يعني قيمه نادي الاهلي، يعكس ايضا الاخلاق والمبادئ التي تربى عليها النادي الاهلي، لانه في نهايه الامر من العيب ومن العار ان يعارض طرف ما يعني قرار التاجيل، خصوصا ان الامر مرتبط يعني باوضاع صحيه، مرتبط ايضا باوضاع يعني استثنائيه، وبالتالي هناك سبب تاجيل هو موضوعي في كل الاحوال. بالتاكيد، لان الاهلي امبارح كان بيرسل مبدا والقواعد اللي بيشتغل عليها، لان النادي الاهلي قال انا بحترم المواعيد اللي موجوده، لكن لو الامر الصحي والامر الانساني محتاج التاجيل والكاف راى ذلك ما عندناش مشكله، لان احنا بالتاكيد بنتعامل رياضه لعبه كره القدم، لكن النادي الاهلي بما انه نادي القيم نادي المبادئ عنده قواعد من اكبر الانديه ونادي القرن في افريقيا واحد الانديه الصانعه للاحداث في القاره الافريقيه، فكان يجب ان يكون هذا التداخل في اجتماع الامس، واعتقد كان في ردود فعل ايجابيه من حتى مندوب نادي الرجاء، رئيس نادي الرجاء كان موجود، وايضا كمان من نادي الوداد في الاجتماع بشكل مباشر. بكل تاكيد يعني كما قلت لك يعني الموقف الاهلي كان موقف مشرف جدا، فاذا كان فريق يعني نادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا، فالامر يعني ليس فقط على مستوى يعني الالقاب، فايضا حتى على مستوى السلوك، سلوك يعني مشرف جدا، لانه في نهايه الامر كلنا يعني على ماذا نبحث؟ نبحث عن ظروف ممارسه جيده، نبحث عن عداله كرويه، وان في نهايه الامر ان يفوز من يستحق، بعيدا عن لعبه الكواليس، بعيدا عن النفوذ، بعيدا عن الضغوط، بعيدا عن الشحن الاعلامي المبالغ فيه، احيانا هناك يعني من يسعى لخدمه صورته الشخصيه ولو على حساب العلاقات ما بين الجماهير المغربيه والمصريه، مع على حساب ايضا العلاقات ما بين الانديه التي هي انديه جماهيريه، انديه لها قاعده جماهيريه كبيره. فبمثل هذه السلوكات، بمثل هذا الموقف الذي عبر عنه النادي الاهلي وعبرت عنه السيده حنان الزيري على ما اعتقد هذا هو اسمها الكامل، فموقف جيد، موقف يعكس رقي، يعكس يعني امور
ايجابيه لا بد ان نتوقف عندها، وانا اصريت على التوقف عندها لانه لا بد ايضا ان نضع المجهر على الجوانب الايجابيه بعيدا عن الشحن المبالغ فيه، بعيدا عن يعني الامور التي خارج نطاق كره القدم والتي لا تخدم يعني كره القدم في نهايه الامر. كره القدم لعبه تلعب فوق المستطيل الاخضر، من لديه الامكانيات ومن لديه الافضليه هو الذي يجب ان يفوز. ففي النهايه هذا ما يجب ان نرسخه، سواء حتى كاعلاميين ايضا يجب ان نرسخ هذه السلوكيات وان نتعالى عن التفاهات وعن كل الامور التي تنغص المشهد الكروي يعني في عالمنا العربي. صحيح يا جمال، لان كمان عايز اكد على نقطه مهمه، النادي الاهلي موقفه في الدوري المصري زي دوري ابطال افريقيا، عمر الاهلي ما طلب بالغاء مسابقه، لانه قال الدوري المصري لازم يرجع ودوري ابطال افريقيا لازم يرجع، لكن المواعيد بقى يتم الاتفاق عليها، فموقف النادي الاهلي كان واحد، واكيد انتم تابعتوا موقف الاهلي حتى كمان في الدوري المصري الفتره الاخيره. لا بكل تاكيد، انا كما قلت لك موقف الاهلي كان مشرف جدا بخلاف مواقف يعني انديه اخرى، موقف الزمالك مثلا موقف غريب جدا بل انه موقف مستهجن. لماذا؟ كيف تطالب يعني بالغاء الدوري المصري لكرة القدم في مصر، تطالب بإيقاف الدوري، ثم حينما يطالب يعني بلد بتأجيل مسابقة لمدة زمنية. تمام، طيب عايز اروح معاك بقى لجدول اعمال المكتب التنفيذي غدا، والحمد لله يمكن كان معانا السبق منذ لحظات وعرضنا جدول اعمال اجتماع الغد بالنسبة للفترة اللي جاية. جدول الاعمال بنتكلم على الفترة اللي جاية، ممكن بكرة يتم اعتماد إقامة المباريات في توقيت آخر، ممكن نشوف مكان نهائي دوري أبطال إفريقيا الفترة اللي جاية، أكيد في تفاصيل كتير ممكن نتكلم عليها بالنسبة للمرحلة القادمة بخصوص دوري أبطال إفريقيا. ألو جمال، سمعني كويس؟ سمعك حالينا. توقعاتك لجدول أعمال اجتماع بكرة إن شاء الله، احنا عرضنا جدول الأعمال، قرارات التواريخ المقترحة، مكان إقامة النهائي كمان، كل ده هيتناقش بكرة في جدول الأعمال للمكتب التنفيذي. لا أعتقد أنه توجه الآن واضح جدا، حينما يعني 6 أندية توافق على قرار التأجيل، أعتقد أنه المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعني يصادق على قرار التأجيل بالنسبة للمرحلة المقبلة، ثم من بعد يعني إجراء المباريات قبل الحسم في موعد ومكان المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا. فأعتقد أنه الآن توجه واضح جدا، اجتماع يعني يوم غد للمكتب التنفيذي ولتأكيد هذه الأمور التي كنا بصدد الحديث عنها وترسيم يعني المواعيد النهائية يعني بالنسبة سواء لمسابقة الكاف أو مسابقة دوري أبطال إفريقيا. المهم هو أن نكمل يعني مسابقة هذا الموسم قبل يعني التطلع إلى مسابقة الموسم المقبل. أيضا جانب إيجابي في التأجيل هو أنه سيمنح سواء للمغرب أو مصر الفرصة لإكمال يعني الدوريين والتعرف حقيقة على يعني ممثلي البلدين في المسابقات القارية قبل 20 أكتوبر كمان يا جمال. هذا هو الجانب يعني الإيجابي أيضا في الموضوع، لأنه المغرب ومصر يعني اختاروا أنه استئناف النشاط الكروي بخلاف بلدان أخرى التي أوقفت النشاط الكروي، واختار قرار استئناف النشاط الكروي ليس قرارا سهلا ولكنه أيضا قرار إيجابي، وبالتالي لابد أن تكون له يعني تداعيات، لابد أن تكون هناك إقراعات، نعرف الإصابة بالكورونا لدى بعض اللاعبين وفي مجموعة الأندية مما يفرض تأجيلات جديدة، وبالتالي على الجميع أن يضع اليد في اليد، لأن المشكل اليوم في عالمنا العربي وحتى في المغرب ومصر أن هناك الأندية يعني تأخذ المواقف على حسب مركزها في الترتيب ليس على حسب المصلحة العامة، وبالتالي المصلحة الخاصة تلغي المصلحة العامة، وبالتالي هنا نصبح أمام نقاش أعمى، نقاش لا فائدة منه، نقاش عقيم، نقاش لا يغلب يعني المصلحة العامة لكرة القدم سواء المصرية أو المغربية. لو تابعت في أوروبا النقاش كان مختلفا تماما، في الدوري الإنجليزي لم نسمع مثلا ليفربول طالب بتوقيف يعني الدوري الإنجليزي من أجل أن يفوز باللقب، ولم نسمع ان الانديه المحتله لمركز الاسفل الترتيب تطالب بالغاء الدوري حتى تنجو من الهبوط. فمسافه يعني ضوئيه كبيره بيننا وبين العالم المتحضر للاسف أكيد. في عالمنا العربي ابتلينا بعض العاهات التي يعني تشحن المشهد الكروي ويعني تفسد يعني اللعبه وتفسد كثير من الامور الايجابيه.
جمال انا بشكرك، واولا طبعا واخيرا الف مليون سلامه على كل اشقائنا في المغرب، وان شاء الله الازمه الصحيه تمر بسرعه، وفي النهايه كل الدعم والمسانده هنا من قناه الاهلي ومن النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه لاشقائنا في المغرب بالنسبه للفتره القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك.